خلال أشغال هذا الاجتماع المنعقد اليوم بمجلس المستشارين، صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني على 11 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف. هناك 11 اتفاقية، وكانت هذه اتفاقيات مهمة تهم يعني في جميع القطاعات، وأهمها هي اتفاقية الصيد البحري التي وقعت بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وتعكس هذه الاتفاقيات التي قدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مبركة بعيدة حرص المملكة المغربية على تعزيز وتوسيع الإطار القانوني لعلاقاتها مع مجموعة من الدول الصديقة والشريكة.